والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، سيد الباشا، الحضور الكرام، كل باسمه وصفته. أولا السادة الممثلين ديال النقابة ديال الصيدلة مشكورين الحضور ديالهم. إلى كنفضل السيد الرئيس أن هذا الاجتماع هذا اللي دار والحضور ديالهم كنت دار ملي كانت هنا المندوبة ديال الصحة، باش كان هذا الشيء غادي يمشي على توافق. حنا اليوم ما نقدروش نلوم ولا الصيادلة ولا الناس، هذا من جهة. ومن جهة ثانية حنا اليوم عارفين واحد المجموعة ديال الصيادلة الأغلبية كيبقاو في سميتو الليل حتى ل 12 الليل، حنا معروفين. ون هاد الناس واخا كيكونوا سيدي الخويا، بعد بدل المستشفى نهار غدا السيد الرئيس الحاج محمد بن زوار هو المستعجل، وكاين فواتير المستعجلات وذانا من اوتوماتي ولا هذه المستعجلات وهذه هو عرفا باش ندير الاخت تجينا راسك حقها ما صلاح من داش كي علاش تنسوني واش السفر واش دير واش ماشي غادي يجي الحاج ولا هي كانت ولا هذه. ولينا السيد الرئيس نتمنى ان شاء الله نعقد الاجتماع اكيد خطاب مندوبات الصحه الاخوان الصيادله القرار المشكل في هذا غادي نجي مجموعه الصيادله مشكورين ومشكور من هنا الرباط الدكتور سعيد بوشرا في تري مدينه 12 واحد جيل ولكن تري مركز على توافق قالوا وياه امير بالعام هذا يتبين مسؤولين يعني غاس نهار هذا الخدمه ولكن الشيء اللي خصه ندعم باش ندعم تسديد المستعجلات بجميع الخدمات الصحيه للمستوى وشكرا.